وجه اليوم اللي نشوف فيه سيرجيو راموس بيهزر مع ليونيل ميسي في تدريبات بي اس جي. الحقيقه يمكن العالم كله تابع الخبر وفي انتظار ظهور ميسي بالوان بي اس جي في الموسم الحالي. هيكون معنا دلوقتي في السادسه استاذ عادل حداد الصحفي بقناه فرانس 24 من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معنا واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. السلام عليكم كابتن احمد سمير، وتحيه طيبه الى كل المشاهدين في مصر وخصوصا الى مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك، وخليني في البدايه بما ان احنا بنتكلم معاك وانت موجود في باريس اعرف بقى توابع انضمام ميسي لبي اس جي، وامتى ممكن نشوف اول ظهور لميسي بالوان باريس سان جيرمان؟ صحيح، الجميع يعني في انتظار اول خطوات ميسي الرسميه في مع باريس سان جيرمان، يعني بعد كل هذا الصخب الاعلامي والجماهير الذي صاحب هذه الصفقه ان صح التعبير، هذه الصفقه التي لم تكن منتظره قبل اسابيع قليله، صفقه مفاجئه، يعني من المنتظر انها ستكون يعني لها امور ايجابيه من الناحيه الماديه بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان، في انتظار لغه الميدان بدايه من المباراه القادمه لنادي باريس سان جيرمان امام بريست، اين سيكون ميسي ربما مع اول موعد رسمي له بعد يعني خاض اول حصص تدريبيه مع هذا الفريق. على الرغم من ان بي اس جي يعني بيضم كوكبه برضو من النجوم الاسماء الرنانه، لكن الصفقات الخمسه اللي ابرمها البي اس جي وفي مقدمتها صفقه ليو ميسي، اعتقد انها مش بس نقلت بي اس جي لمستوى تاني، لكنها نقلت المسابقه، نقلت بطوله الدوري الليج 1 لمستوى تاني مختلف تماما. صحيح، استقدام ميسي من شأنه ان يعطي اضافه كبيره الى 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 الليج 1، وكما من شأنه ان ينقص ايضا يعني من حجم المتابعه ل يعني الدوري الاسباني للليغا الاسبانيه، بالتالي يعني اكيد انه نجم بحجم وسمعه وقيمه ميسي سيكون له يعني اثر كبير على الدوري الفرنسي، وسيغطي بطبيعه الحال كل الصفقات التي قامها نادي الذي قام بها نادي باريس سان جيرمان، رغم انه النادي تعاقد مع اسماء لامعه فيها مزيج ما بين الشباب والخبره، فيها مثلا لاعبين شابين مثل حكيمي او والحارس دوناروما، فيها يعني لاعب يعني محترم جدا من احسن اللاعبين في وسط الميدان هو فينالدوم الهولندي، وفيها لاعبين الخبره ايضا سيرجيو راموس وليونيل ميسي. طيب خليني اسالك، على الرغم من انه الصفقه تمت وانه تم الاعلان عنها وتم تقديم ليو ميسي في حديقه الامراء، لكن في بعض التقارير بتقول ما زال ليها توابع قانونيه، يعني في بعض التقارير بتقول انه باريس سان جيرمان يعني قام بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي هل تتوقع ان يكون في توابع لهذه الصفقه ولا صفقه انتهت ولا يجب الحديث عن اي شيء اخر؟ اظن حسب الحديث الذي يدور في فرنسا امور باريس سان جيرمان من الناحيه الاداريه فيما يخص اللعب المالي النظيف مضبوطه على كل المستويات، لانه النادي هذا الموسم يعني كل الصفقات كانت مجانيه ما عدا صفقه حكيمي الذي اشتراه من الانتر بقيمه 60 مليون يورو، ما عدا ذلك اللاعب النادي سيتعامل مع اللاعبين فيما يخص الراتب السنوي فقط، يعني لم تكن هناك صفقه معينه قام بها باستثناء تعاقده مع حكيمي، لذلك نظن ان باريس سان جيرمان ضبط كل اموره من الناحيه الاداريه سواء من الاتحاد الفرنسي او الاتحاد الاوروبي لكره القدم، واموره يعني تسير على احسن ما يرام في مثل هذا يعني فيما يخص هذه النقطه. طيب استاذ عادل، يبدو انه مجيء ميسي لبي اس جي سيؤثر على سكواد البي اس جي، لانه في بعض التقارير اللي افادت انه كيليان امبابي عنده رغبه في انه يترك فريق باريس سان جيرمان ويذهب لريال مدريد، حقيقة هذا الأمر؟ صحيح، لأنه قدوم ميسي من شأنه ربما أن ينقص من شعبية أو من حجم مبابي في فرنسا بصفة عامة، لذلك مبابي هو لحد الآن يفكر في الرحيل، فيه أيضا حديث عن عرض قيمة 120 مليون أورو من ريال مدريد يعني استخدام مبابي هذا الموسم، لكن باريس سان جيرمان رغم أنه
يعني لو لم يجدد مبابي عقده يعني من هنا الى غايه شهر جونفي 2022 سيكون حر من كل الالتزامات. يعني لو لم يجدد عقده مبابي عقده مع النادي قبل شهر الباريسي يناير. قبل شهر يناير بالضبط، أي. يعني لم يعني لو لم يجدد عقده قبل هذا التاريخ سيكون حر من اي التزام، وسيكون بامكانه يعني الانتقال بصفه مجانيه الى نادي ريال مدريد انطلاقا من الصيف القادم. ومع ذلك رحيل كيليان امبابي يؤكد او ينفي الاشاعه اللي بتتكلم على اهتمام بي اس جي بضم كريستيانو رونالدو عشان يكون اول نادي ضم بين اكبر قوتين عظمتين في العشر سنين الاخيره رونالدو وميسي في فريق واحد. ممكن لو حدث هذا الامر قد يحدث يعني بعد انتقال مبابي الى ريال مدريد الصيف القادم، معناه ربما تلقائيا حتى كريستيانو رونالدو سيكون في نهايه عقده مع نادي جوفنتوس. يعني ممكن انه يعني الرئيس الخليفي يفكر في هذا الامر، يعني خاصه وانه يعني لو في مبابي سيكون متاحا يعني بصفقه مجانيه الى ريال مدريد الموسم القادم. يعني هل سيسمح يعني مسؤولي باريس سان جيرمان بذهاب مبابي يعني بدون مقابل؟ هذا هو السؤال المطروح. طيب وبمناسبه رونالدو سريعا جدا، بعض الاخبار اتكلمت على احتماليه انتقال رونالدو للمان سيتي، ايه حقيقه او ايه معلوماتك عن الموضوع؟ اظن انه يعني في الوقت الراهن من غير الممكن الحديث عن انتقال رونالدو الى مانشستر سيتي طالما انه ما زال مرتبطا بعقد مع نادي جوفنتوس تورينو الايطالي. ايضا مانشستر سيتي لديه عده نجوم خاصه في الرواق الايسر الذي يفضل ان يلعب فيه رونالدو، فيه عده لاعبين خاصه مع استخدام جاك غريليتش النجم الصاعد في سماء الكره الانجليزيه. حتى لو يلعب رونالدو قلق راس حربه، فيه عده مهاجمين، فيه فيران توريس، فيه جابرييل خيسوس المهاجم البرازيلي، فيه يعني لاعبين يقدروا يلعبوا كمهاجم وهمي مثل ستيرلينغ. لذلك نظن انه من السابق جدا والحديث عن رونالدو في مانشستر سيتي، لانه سواء من الناحيه الماديه او من الناحيه الفنيه الامور غير متطابقه تماما مع الوضع الحالي. استاذ عادل الحداد الصحفي بفرانس 24، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشه النادي الاهلي في السادسه.